بالأمس وصل تحديث جديد للآيفون، واليوم راح نتكلم عن iOS 14.4. شباب التحديث هذا اللي نزل اصلح بعض المشاكل اللي كانت موجودة في الأجهزة سواء كان الآيفون او الآيباد. بس صراحة شباب يعني الفروقات الأكثر راح تلاحظونها على الآيفون 12 برو، 12 ميني، 12 العادي، ولا 12 برو ماكس. طبعا لأن التحديث يعني خلنا نقول مخصص لهذه الأجهزة. بداية تروح على الإعدادة، تنزل على خيار عام تحديث البرامج، وراح يطلع عندك التحديث مباشرة. طبعا مثل ما تشوفون عندي حجم التحديث 357 ميجا، من جهاز لجهاز ثاني يفرق. حلو، وهذه المميزات. طبعا انا حطيتها لكم في الملاحظات باللغة العربية عشان تفهمون كل شيء. طبعا من ضمن هاي المميزات انا ما بشرح التولف الاشياء الموجودة في التولف، لان صراحة يعني تتعلق بالكاميرا والHDR والبرو رو هالسوالف. عندنا ميزة جديدة بتنضاف إلى البلوتوث، حن براوكم إياها على سبيل المثال. نروح على ندخل على البلوتوث، عندنا مثال هنا أي جهاز، مثلا خلنا نختار مي باند 5. طبعا مثل ما تشوفون الحين هنا يطلع بس هالخيارات، لو نختار على التحت يطلع بس هالخيارات. لا، في التحديث هذا راح يطلع عندك خيارات أكثر، يعني كل جهاز إذا تضغط على هذه العلامة راح يقول لك الجهاز هذا عبارة عن شنو، هل هو سماعة رأس، هل هو سيارة مثلا، هل هو يعني من هالأشياء، عشان التحديث أو الجهاز يتعرف على الجهاز اللي أنت ربطنا عن طريق البلوتوث بطريقة أحسن وأسهل، ويكون يعطيك بيانات أدق. مثل ما تشوفون شباب هذه المشاكل اللي حلها التحديث راح أخلي لكم الآن في الوصف، تقدرون تروحون تقرونه شباب. طبعا شباب هذا بس فيديونا، الحين أعلمكم شلون تنزلون تثبتون التحديث. طبعا بداية لازم تكونون شابكون على شابكين على شبكة الواي فاي، ويكون عندكم مساحة تقريبا 500 ميجا أو نص جي بي، بالإضافة إن لازم يكون عندكم 50% وأكثر من البطارية عشان تنزلون هذا التحديث. تضغطون على الخيار الأزرق، تكتبون رمز الدخول الخاص فيكم، والحين التحديث راح يحمل. بعد ما يحمل التحديث راح تطلع عليكم علامة التثبيت، تضغط تثبيت وتنتظر على ما يثبت التحديث. طبعا راح تطلع لك علامة الأبل وتحتها خط، إذا خلاص الخط وعرف ترجع على الإعدادات وعام وتحديث البرامج مرة ثانية. إذا شفت التحديث iOS 14.4 أعرف أن التحديث اكتمل. وبس شباب، كان هذا مقطعنا بشكل كامل، أتمنى المقطع عجبكم، أدري مقطع سريع. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب في القناة شباب، محتاجين دعمكم. وبس، peace out. Like